أنا كان مبسوطة قوي في الأول يوم، كان يوم حلوة جميلة، شكرا للمدرسة، كان يوم حلوة قوي. كل سنة عن سنة بيفرق، وهو صغير خالص كان طبعا يعني مش عايز يسيبه ينزل المدرسة نيرسري بقى والجيزة الصغيرة، بس يعني طبعا لا صعبانة يعني مش صعبانة عليا، بس لا يعني في شوية ايموشنالز كده وحاجات يعني احساس مختلف، سعادة وخوف. ببقى مبسوطة وببقى برضو طبعا قلقانة عليهم اكيد. دراسة احسن لهم لان هما بيبقى يومهم منظم، لان انا كده كده اول كل يوم في شغلي وبرجع اخر النهار. هو احساس جميل اخيرا دخلوا المدرسة، فيحصل فيه انضباط شوية في النوم والصحيان وال يعني لا الحمد لله مبسوطين. اكيد احساس جميل اول يوم بتبقى كده، هم الحمد لله بنتي كانت اتعودت في النيرسري من قبل كده يعني، فالمره دي كانت الموضوع سهل علينا عشان هي كي جي 1 دلوقتي، فالموضوع اسهل شويه لان كان عاده بيبقى عياط بقى وحاجات كده، بس الحمد لله عدى على خير. ببقى مبسوطه قوي وفرحانه وفي نفس الوقت قلقانه، في اكيد هيحصل تغيرات كتير في ابني وفي المكان اللي هو رايحه والاولاد اللي حواليه، فببقى مش عارفه يعني مبسوطه وخايفه شويه. الحقيقي هو المدارس طبعا بيبقى بتعمل روتين في اليوم للولاد، بتخلي فيه نظام اكتر، بنقلل السكرين تايم للولاد اكتر حاجه يعني، دي مهمه قوي يعني. ما ببقاش قلقانه وسايبه في البيت لوحده وكده، فبيبقى احسن له كتير دخول المدرسه. احساس حلو ان الولاد رجعوا تاني من اجازه الصيف وكده، وبصراحه السنه دي متحمسين عن كل سنه مش عارفه ليه يعني. بدايه حياه جديده المستقبل قدام، وبتمنى لهم كل يعني كل خير وكل سعادة ومستقبل جديد وحياة جديدة، وربنا يوفقهم يعني.